السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن على موعد لمراجعة الوحدة السابعة، وهي من الوحدات المتميزة التي تتحدث عن دول مجلس الخليج العربي، صفحة رقم 88. صفحة رقم 88. في بداية الأمر يضع الطلبة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. ألف: تقع دول مجلس التعاون في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة آسيا. الإجابة خاطئة. خطأ، لأنها تقع في الجزء الجنوبي الغربي. ب: من أشهر المحصولات الزراعية لدول مجلس التعاون التمور. الإجابة صحيحة. تعتبر المملكة العربية السعودية محقق الاكتفاء الذاتي في التمور. من مقومات الصناعة في دول مجلس التعاون توفر مواد الخام. نعم، الإجابة صحيحة. أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1421. خطأ. الإجابة خاطئة. من إنجازات مجلس التعاون التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك. إيه؟ الإجابة صحيحة. ثم ننتقل سويا إلى السؤال الثاني. يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي. يقع الجبل الأخضر في سلطنة عمان. أحسنتم. من أسباب البطالة في دول المجلس عدم توافر العمالة الوطنية المدربة. أحسنتم. من أسباب التصحر وتدهور الأراضي الزراعية في دول مجلس التعاون قطع الأشجار. ثم ننتقل إلى السؤال الثالث. يذكر الطلبة أربع من الجزر المشهورة في دول مجلس التعاون: جزر فرسان المملكة العربية السعودية، جزيرة حالول بقطر، جزيرة سطرة بالبحرين، جزيرة فليكا بالكويت. السؤال الرابع: يكتب الطلبة مثالا لكل من مظاهر السطح الآتية في دول مجلس التعاون: الحرات، حرة رهط، هي من أكبر الحرات في المملكة العربية السعودية، الجزر، جزر فرسان، الهضاب، هضبة نجد، الكثبان الرملية، رمان الربع الخالي. هذه صفحة رقم 88. ثم ننتقل سويا إلى السؤال الخامس، صفحة رقم 89. ما أبرز الخصائص المشتركة لسكان دول مجلس التعاون؟ أولا: دينهم واحد وهو الإسلام، أصولهم واحدة، إذ ينتمون إلى قبائل عربية ترجع إلى شبه الجزيرة العربية، عاداتهم وتقاليدهم متقاربة ومتشابهة. السؤال السادس: يحدد الطلبة مجال كل إنجاز من إنجازات مجلس التعاون الآتية: الدعم الدائم للقضية الفلسطينية ماديا ومعنويا في جميع المحافل الدولية، إنجاز سياسي، ب: التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، إنجاز عسكري، دعم وحدة العراق واليمن واستقرارهما وسيادتهما، إنجاز سياسي، حرية انتقال السلع الوطنية بين دول مجلس التعاون دون رسوم أو قيود جمركية، إنجاز اقتصادي. ثم ننتقل إلى السؤال السابع: يعلل الطلبة ما يأتي. استيراد دول مجلس التعاون جزء من احتياجاتها من المحصولات الزراعية والحيوانية لازدياد عدد السكان في دول المجلس، بالإضافة إلى أن المنطقة صحراوية فتكون الزراعة وتربية الماشية فيها مكلفة. ب: عبث المتنزهين بمناطق النباتات الطبيعية يؤدي إلى التصحر. لماذا؟ لأنه يضعف الفرصة أمام النبات بالنمو والتكاثر، ومن ثم يحدث التصحر. السؤال الثامن: يقترح الطلبة حلولا للحد من التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون. أولا: الاعتماد على المواطنين في الأعمال بدلا من الوافدين. ثانيا: وضع القوانين للحد من تلوث البيئة. ثالثا: المحافظة على الغطاء النباتي وعدم قطع الأشجار للحد من التصحر. هذه صفحة رقم 89 يا شباب. السؤال الخامس، السؤال السادس، ثم السؤال السابع والثامن. ننتقل إلى صفحة رقم 90، السؤال التاسع. يصل الطلبة ما في المجموعة ألف بما يناسبها في المجموعة باء باستعمال الأرقام. تلوث الماء، نختار له يا أستاذ مخلفات الصرف الصحي، تسرب النفط من الناقلات. تلوث التربة، نختار له المبيدات الزراعية، مخلفات المصانع. تلوث الهواء، نختار له دخان المصانع، عوادم السيارات.
أحسنتم. ثم ننتقل سويا إلى السؤال العاشر، ما هي العوامل التي ساعدت على قيام الصناعة الحديثة في دول مجلس التعاون؟ لعلها مجموعة من العوامل، أهمها توافر مصادر الطاقة من نفط وغاز طبيعي بالإضافة إلى المواد الخام، وجود رأس المال، التشجيع الحكومي، توافر البنية الأساسية واكتمالها، أيضا استعمال التقنية الحديثة وتوافر وسائل النقل والمواصلات، توافر الأيدي العاملة المدربة بالإضافة إلى كثرة الأسواق الداخلية والخارجية. ننتقل إلى السؤال الحادي عشر، ما هي أهم الموارد الاقتصادية لدول مجلس التعاون؟ صيد الأسماك، الزراعة والثروة الحيوانية، النفط والثروة المعدنية، الصناعة، التجارة. هذه هي الصفحة رقم 90. السؤال التاسع، أمشي فيها ببطء حتى يتثنى لك النقل. السؤال العاشر، السؤال الحادي عشر، ثم أنتقل إلى صفحة رقم 91. يكتب الطلبة أسماء دول مجلس التعاون على الخريطة. هذه الخريطة، هنا المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان. وهذا هو البحر الأحمر، وهذا هو الخليج العربي، هذا هو مضيق هرمز في هذه المنطقة، هذا هو بحر عمان. ثم ننتقل إلى السؤال الثالث عشر والأخير، يصنف الطلبة النباتات الآتية حسب نوعها داخل الجدول. النوع أشجار السدر، اللبان، زيتون بري، الأرض، شجيرات وحشائش، الرمث، الأعشاب، الخزامة والقيصو. هذا وبالله التوفيق، هذه كانت مراجعة سريعة للوحدة السابعة. أترككم في معية الله وحفظه، سائرا الله جل وعلا دوام الفهم والتفوق والتميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.